أهم نصيحة، وهذه أتمنى الرجال يأخذوها بعين الاعتبار، وأنا غلط أقولها على الهواء وفي الإعلام، وخصوصا عندنا بنات غير متزوجات وعندنا شباب غير متزوجين، لكن هي جزء لأني أنا أخاطب جيل ما بعد 10 سنوات. أنا ما أخاطب الجيل 80 ولا 70. لا أنت أي جيل؟ أنا زين 70 يمشي معك؟ 70 و60. أوكي؟ أيه. أخاطبهم يعني، بس يعني خلاص القطار فاتنا بصراحة، القطار فاتنا. لكن أنا أتكلم بالجيل الذي سيأتي. نصيحة، إذا وقت الشجار، إذا تشجرت مع زوجتك صباحا، في المغرب، في الليل، لا تأتي في آخر النهار تدعوها لإقامة العلاقة الزوجية. وضح لي السبب؟ لأنك تهينها. ولا تستخدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل دعا زوجته للفراش فأبت لعنت الملائكة، بل تلعنك أنت الملائكة. لا تتقوى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عليها فأنت بلا إحساس وبلا ضمير. لا تشعرها أنها مجرد جسد أقتات عليها وروحها تحت قدمي. ولا تشعرها أنك أنت وقت لنزوتي وشهوتي ومشاعرك أسفل قدمي. لا، لهذا نهاك صلى الله عليه وسلم على أن تضرب زوجتك ضرب العبد ثم تجامعها. حديث نهى صلى الله عليه وسلم أن الرجال يأتي يضرب زوجته ضرب العبد يهينها، ثم آخر الليل يشدها من شعرها تعالي لإقامة علاقة. أنت أصبحت حيوان لا تختلف عن سباع الأرض التي لا تبالي، وإنما تريد لنفسها وذاتها وأنانيتها. فلهذا في وقت الخلاف لا تظن أن إرضاء الزوجة يكون بإقامة العلاقة الزوجية. أصلح، أجبر، طبطب، رمم، اجعلها عن طيب خاطر، اجعلها عن طيب خاطر. وهذا ما يقع به أكثر الرجال للأسف، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. يأتي الرجل بقوة ويتقوى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل دعا زوجته للفراش فأبت عليها لعنة الملائكة أو لعنتها الملائكة، يتقوى بهذا الحديث وينسى حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب الرجل زوجته ضرب العبد ثم يجامعها. هنا راعى المشاعر، وهذا الحديث أيضا يقول لك: نعم، إذا كان بلا سبب فلا يعقل تضربها في الصباح وتستغلها في الأمس في الليل. لا يعقل أن تهينها وكدمات الضرب والكراهية على جسدها في الصباح وتستغل جسدها في الليل، لا يعقل. فلهذا أكبر خطأ يقع به الرجال، إياك أن تقع به، إياك. بالعكس، اصلحها، طبب على جراح روحها، داوها، ثم عن طيب خاطرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى المشاعر. فلهذا بعض الرجال يظن أن هذا أحد أنواع الحلول، لا بنرضيها، ما عليك ما عليك، لا لا، أنت تكسرها. نساء اليوم عقولهن تختلف، تفكيرهن يختلف، الأفق لهن يختلف. فلا تظن ولا تعاملها على أنها جارية. يا سيدي، سوق الجاريات ذهب وولى، نساؤنا أحرار، لهن ما لهن وعليهن ما عليهن. ولى ذاك الزمن، ولى ذاك الزمن الذي حاربه الإسلام أن تذهب إلى سوق العبيد والإماء وتشتري الجارية وتذهب. والدين لا يريد هذا، والدين ضد هذا، للعلم الدين ضد هذا ولا يريد هذا. فلا تظن أنك ما زلت في سوق الجاهلية بعقل جاهلي وتريد أن تمرر أساليب الجاهلية، فتأتي أنت تطبق السنة بكل زيك، وتريد حينما تنهر زوجتك تلعنك الملائكة إذا أبيت الفراش. راعي نفسيتي يا ابن الناس. بسألكم سؤال، لو فرضا امرأة مات والدها، شباب بسأل مصورين ورجا، لو امرأة مات والدها فأدت من بيت العزاء وكان الرجل زوجها في أحلى زينة و و و وطلبها للفراش، فقالت مات والدي، قالت مات والدي وأنت تدعوني للفراش، فقال لها: أيما رجل
دعا زوجته الفراش فأبت تلعنها الملائكة. من الذي أسألكم بالله، من الذي لا يستحي وتلعنه الملائكة؟ من؟ أرأيتم؟ هل لماذا لم نوظف الحديث؟ لأن استخدام الحديث في هذا الموطن قلة أدب وعدم احترام للنبي صلى الله عليه وسلم. هناك أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم استخدامها في غير موطنها أنت تنتقص من شخص النبي صلى الله عليه وسلم وتنتقص من الإسلام. بئسا لعقول الذكور التي توظف هذه الأحاديث في وقت نزوتها وتنسى مشاعر الإسلام. فهو الرجل هو الذي لا يستحي، هو الذي تلعنه الملائكة. كذلك هذا الحديث يشمل إن صح في مشاعرها، أنا تعبانة نفسيتي، الدوام عندي زفت، اللي ما عارف إيه يراعي. فلهذا إذا أنت لا تستخدم العلاقة جزء من الحل. وصلت الفكرة ولا جبت العيد أنا وآخر حلقة هذه؟ ها؟ واضحة؟ تمام، لأني حاسك أنت إجازة طويلة عندنا. على فكرة أنا بقول للمتابعين عندنا إجازة أحد واثنين، أنا أفكر أسافر والله، أقول أسافر مصر اسكندرية ولا القاهرة ولا أذهب لعمان الأردن ولا الرياض، فاليوم بقرر الليلة. وين ترشحون؟ الله يسعدكم. زين، أنا خلص، أنا عندي نقاط كثيرة لكن يكفي، عندنا اتصالات.